أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى الإلحاد في الحرم؟ هل هو نية الإيذاء بالحرم وأهله أم نية العصيان وهو في مكة بأي معصية كانت؟ كلاهما. العصيان، الإلحاد في الحرم هو المعصية في الحرم، سواء بالمعاصي المتعلقة بالشخص أو المعاصي المتعلقة بالآخرين كظلمهم وأخذ أموالهم ومضايقتهم وما أشبه ذلك. كل معصية في الحرم فهي من الإلحاد. والإلحاد في اللغة هو الميل، هو الميل عن الشيء. وفي الشرع الإلحاد هو الميل عن طاعة الله عز وجل. نعم.